في هذه الليلة هطلت أمطار غزيرة هنا في محافظة مأرب، مما أدى إلى هذه السيول التي اتجهت نحو مخيمات النازحين والتي قطعت التواصل ببعض أجزاء المخيم هنا في مخيم الجفينة، حيث بات الناس منتظرين لانتهاء السيل من أجل العبور إلى منازلهم. عوائل وأسر هنا وقفت بسبب هذا السيل الذي قطع الخط الرابط ما بين المربعات هنا في مخيم الجفينة، وهو أكبر مخيم للنازحين. ومعي هنا أحد سكان هذا المخيم، ماذا أحدث هذا السيل وما هي أبرز مطالب الناس هنا في مخيم الجفينة؟ بسبب هذا السيول بتشكل إعاقة لكثير من العوائل، يعني في كل عائلة بين كل 10 عوائل عائلة أو عائلتين فيها أمراض خطيرة يعني أو حالات مستعصية يريدوا الذهاب للمستشفيات وغيره، والطلاب كذلك يعانون من الذهاب للمدارس لأن هذا السيل بيأتي من هيلان ومن غيره، ويجلس بعض يعني يوم يومين، ونعاني من هذا واحنا نطالب المجلس المحلي وغيره يعني ولو عباره يعملون عباره. اذا هذه السيول تقطع الناس من التواصل بين اجزاء المخيم، وخصوصا في مربعات الجرادي وحجور وهذه المربعات التي تتصل بالمربعات الاخرى بالجفينه العليا، حيث مرت من هنا سيول في الأيام الماضية قطعت الطلاب عن الوصول إلى المدارس، وأيضا قطعت المرضى عن الوصول إلى المستشفيات، ومكث الناس هنا حتى انتهت هذه السيول. تشهد محافظة مأرب هذه الأمطار ويتضرر من خلالها النازحون كونهم الشريحة التي تعاني في جميع الجوانب الحياتية هنا في محافظة مأرب. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب.